للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد خضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا بك. طبعا جميع الأعين تتركز على الاحتياطي الفيدرالي والقرار الذي سيصدر بعد ساعات قليلة، ولكن منذ قليل أيضا صدرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي جاءت أقل من التوقعات. فاليوم ماذا برأيك سيصدر عن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وهل برأيك الدوت بلوت سيظهر خفضين للفائدة هذا العام؟ بالتأكيد البيانات اللي صدرت من مستويات التضخم اللي أظهرت تراجع حقيقة في أكثر من المتوقع هي أعتقد هي العامل الرئيسي الذي يعيد إمكانية أن يكون هناك تقليصات لأسعار الفائدة في شهر سبتمبر. الاحتمالية بالإبقاء على سعر الفائدة هي الأعلى اليوم، من غير المتوقع أن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة، ولكن الأنظار كما تفضلتي تتجه إلى الدوت بلوت وإلى التوقعات. لا تزال تشير التوقعات حقيقة حتى الآن مع هذه الاحتمالية أن يكون في عندنا خفضة في سبتمبر وخفضة في نوفمبر كذلك الأمر، علما أن الأسواق سعر بشكل كبير جدا أن يكون هناك تقليص في نوفمبر. الآن مع بيانات التضخم وظهور هذه القراءة الأقل من المتوقع تعطي الأمل مرة أخرى. شفنا الأسواق تشيرينج وأنه يعني تظهر نتيجة هذه البيانات بشكل واضح، بتراجعات واضحة لأداء الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية وارتفاع في المؤشرات كذلك الأمر مؤشرات الأسهم الأمريكية، وذلك في دلالة واضحة على أن هذه البيانات التي صدرت اليوم يعني وإن كانت بتفصيلاتها نحن عم نشوف لا يزال أنه الشالتر أو المساكن تعتبر يعني سبب رئيسي في ارتفاع مستويات التضخم. التراجع الذي حدث على مؤشر السي بي آي اليوم كان بنتيجة تراجعات في أسعار الطاقة والغازولين، ساعدت بشكل أو بآخر بإظهار قراءة عند مستويات 3.4% على السي بي آي على الكور و3.3 على القراءة العامة للتضخم. أعتقد ما ننتظره اليوم هو سوف يكون رأي أعضاء اللجنة الفيدرالية المفتوحة حول مسار أسعار الفائدة للعامين المقبلين وفي نفس الوقت أو لثلاث أعوام كمان راح تصدر، وفي نفس الوقت إشارات ضمنية إلى أن التضخم فعلا عاد إلى السيطرة وعاد إلى المنحنى الهابط ولا يوجد هناك مخاوف من خروجه مرة أخرى عن السيطرة. أيضا الأسواق الأمريكية تسجل مستويات قياسية منذ فترة، يعني اليوم مؤشر ناسداك يسجل مستوى قياسي جديد عند الافتتاح، وأيضا نلاحظ يعني زخم يستمر على شركات التكنولوجيا. أبل سجلت مستوى قياسي جديد في جلسة الأمس وتواصل الارتفاع اليوم، وأيضا إنفيديا سجلت مستوى قياسي الأسبوع الماضي. فكيف ترى توجه الأسواق في الفترة المقبلة وهل ستواصل أسهم التكنولوجيا بدعم السوق؟ حقيقة طفلة الذكاء الاصطناعي لا تزال هي المسيطرة على الأداء في قطاع التكنولوجيا والاي اي تحديدا، عم بيكون هو المحرك الأبرز لمعظم نتائج الشركات اللي كانت هي او أداء اسهم الشركات في هذا القطاع. عم نشوف الانفيلينج اللي عم بيكون او الافتتاحات الجديدة للأنشطة التجارية والأنشطة التصنيعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، سواء كان اللي سمعنا فيه الأسبوع الماضي من AMD أو سمعنا فيه من إنفيديا. إجمالا هي عم بتكون محرك بارز، ولكن أهم من ذلك أنه أنا في عندي الهورايزن أو الأفق المستقبلي عم بيكون أسعار فائدة أقل حتى الآن وفق تسعيرات الأسواق، فذلك عم يعطيني كمان دفعة إضافية بأنه أسعار فائدة أقل يعني تكاليف أقل، وبالتالي ذلك قد يشجع التوسع الإنتاجي وتوسع الأعمال والأنشطة التجارية، وهذا من شأنه أن ينعكس أداؤه على أداء الأسهم بشكل واضح. فعم نشوف هذه الارتفاع للمستويات اللي نحن عم نشوفها حاليا في ظل نفس الوقت انه في اداء يعني الاقتصاد الامريكي ريزيليانت وكان عم بيكون متماسك بشكل كبير جدا على الرغم من اسعار الفائده المرتفعه، عم نشوف اداء ايجابي جدا في القطاعات الامريكيه، والدليل كان بتقرير الوظائف الغير زراعيه اللي صدر يوم الجمعه الماضي واللي اظهر مزيد من الوظائف الجديده. هذا عم يعطيني اداء ايجابي جيد للاقتصاد الامريكي. في نفس الوقت مستويات التضخم اللي صدرت اليوم عم تعطيني يعني تراجعات نحو المستهدفات، بالتالي الاقتصاد وفق قيادة الفيدرال الأمريكي والسياسة النقدية في المنحنى الصحيح، وبالتالي ممكن نشوف أسعار فائدة أقل
دون 4.5% 4.6% خلال تعاملات هذا العام. لنلقي نظرة يعني على أوروبا حاليا، يعني هناك بعض الضبابية السياسية في أوروبا بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وأيضا وسط انتخابات مرتقبة أيضا في فرنسا وفي بريطانيا. فاليوم كيف تقيم الصورة الاقتصادية في هذه الدول؟ حقيقة كصورة اقتصادية يعني في عندنا أداء ليس بالإيجابي بشكل كبير جدا. يعني أبتدأ في آخر جزء من السؤال، في بريطانيا نحن عم نشوف الناتج المحلي الإجمالي يتقلب ما بين الصفر إلى ما فوق الصفر، ولكن يعني القراءة التي شهدت شهرين متتاليين بالانكماش كانت يعني من عام 2022 في الربع الثاني. بالتالي نحن عم نشوف أداء سلبي إجمالا، عم نشوف ناتج محلي إجمالي ضعيف في عدة دول أوروبية، كذلك الأمر يوجد تواجه ركود يعني انكماش في الاقتصاد. بالتالي ذلك اضطر المركز الأوروبي أن يترجم ذلك من خلال تغييرات في السياسة النقدية وتقليص أسعار الفائدة بالشكل اللي شفناه نحن الأسبوع الماضي. هل ذلك كافي؟ أعتقد حقيقة أنه مع توجه الفدرالي الأمريكي كذلك الأمر إلى سياسة تيسيرية ربما قد يكون أمر يحتاج مزيد من الإجراءات التحفيزية من الاقتصاد الأوروبي في الفترة القادمة باستغلال موسم السياحة الموجود حاليا، ربما أن يعدل بعض الأرقام. ولكن كما تفضلت التغير السياسي أو تغير المشهد السياسي، شهدنا ردة الفعل في ألمانيا على سبيل المثال وفي بعض الدول الأوروبية مع مطلع تعاملات الأسبوع وظهور النتائج خلال الويكند. كنا عم نشوف تراجعات في أسواق الأسهم، وكأنه نتائج هذه الانتخابات حتى الآن عم بتكون ليست بالشكل الذي تتقبله أسواق الأسهم بالشكل الجيد، وبالتالي شفنا ضغط على هذه المؤشرات، شفنا الداكس تحت الضغط نسبيا. ولكن نعود مرة أخرى، سياسة نقدية تسهيلية سوف تساعد بلا شك إلى عودة الارتفاعات بعض الشيء في أسواق الأسهم. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. شكرا.